السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بيحيى. شنو مهنتك؟ مهنة تاع لافور زورون سودور حداد. تقول لنا مدة شحال من سنة نتا؟ هذه 50 سنة وانا هذه الصناعة تاع الوالدين وتاع جدودك بدناها حنايا. كما كنشوفوا انك كتصاوب في السواقة. نعم اسيدي. هذه المهنة هذه كتخدمها غير موسمية ولا ديما؟ لا لا هذه الخدمة ما كنخدموها غير في الموسم تاع حد العيد ولا شي حاجة. هذه الخدمة عندنا كنخدموا القزارة كنخدموا هذه الخدمة مطلوبة احنا عندنا ماشي غير وقت هذه العياد عاد نديروا حنا، ولكن في وقت هذه العياد هذه نديروا واحد شوية راك عارف الناس عاود ثاني يجيو يسقسيونا على هذا المقاد ويسقسيو على هذا خدامة ويسقسيو على المجامر ويسقسيو هذا الشباب بعد تاع هذا البلاد تاع بني درار ما كانت متكلة على الحدود. الحدود درك ما كايناش، ما بقاش الحدود، الحدود بقى هاد الشباب تاع بني درار ضايع. حنا ما عندناش التكوين هنا اللي غادي يديروا في بلاد بني درار، يجي واحد الشباب في الماتر ويمشي لهاد التكوين ويتعلم ويدي صنعه ويمشي يتخرج. درك هذا كان متكل على الحدود والحدود ما كايناش مبلعه. درك هاد الشباب حنا عندنا بقى يدوروا من القهوه للدروبه. حتى حنا خصنا واحد التكوين لهاد البلاد هنايا، بعدا لهاد الشباب تاع بني دار بعدا غير يتعقل بعدا ويتريقل حتى في العقليه ديالو. حتى بزاف حنا عندنا الناس هنا اللي كان عندهم ديبلوم وداك الشيء راه جالس ما خدامش، الديبلوم تاعو هنا ما خدامش. ها كان اللي عنده ديبلومات هنا عند بني دار وجبرو يدور، ما كاينش هاد الشيء هذا. حنا نطلبوا من هاد الناس هادو هنا بعدا في هاد القريه تاع بني درار بعدا، ما كنا كانت الناس هاد الشباب متكلة على الحدود يمشيوا 20 واحد 30 واحد ولا يمشيوا للحدود يمشيوا يجيبوا المصروف تاعهم ويجيو. اليوم ما بقاش داك الشيء هذاك، ما كاينش. حنا نعانيو راه ما كاينش الفلوس، ما بقاش يدور في بني درار. كنا خدامين في الحداده، اليوم راه ما بقاش درام يدور. في عمري 29 عام ما عنديش حتى 100 دور في راس مال. كنا خدامين مع الحداده، درك الحداده بلعت. درك حنا نطلبوا البديل، حنا خصنا البديل، خصنا فاش نخدموا، خصنا شي حاجه هنا يديروا لنا شي وزينات فاش نخدموا، خصنا شحال من حاجه. العام يقولوا لنا غادي نديروا لكم شي حاجه، نديروا لكم مستقبل، نديروا لكم شي حاجه، ما داروا لنا والو. هذه باللي بلعت الحداده درك راه في 5 سنين ولا ما داروا لنا حتى شي حاجه. البديل ما كانش هنا، الخدمه ما كانش هنا. راه الاغلبيه الناس راه في هذا الموسم ديال العيد راهم خارجين بلا عيد، راه ما عندهمش البديل. الدراهم ما راهمش يدوروا هنا بني درا. حنا نطلبوا من سيدنا الله ينصره يدير لنا شي حاجه فاش نخدموا، ما نطلبوا منه حتى شي حاجه. نطلبوا يدير لنا حنايا اخويا شي مصانع حنايا ولا شي وزينات فاش نخدموا. راه ما بقى والو، الناس راه تعاني، الناس راه تعاني بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.